بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى نملة يا
السماوات والأرض
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من قوم
فلما رأته حسبته لجة وكشفت قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يظلمون
وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة
بل هم
شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا
أتوه داخلين.
وقولي